استسمح الهيئه المعترف فند اللي هي طلب اطلبه، وطبعا لو المحكمه سالت بتاع المرافعه فاطرح بس اثبت الطلب بعد اذن الهيئه المعترف. ماشي الحاضر مع المتهمين التمس التصريح له واستقرار شهاده من هيئه المساحه ببنها سالت بها المسافه بين مساكن شهدان موقع سكن ورفع المتهمين المسؤول وبين مساكن ارض الكمل سكنهما الفعلي سكنهما الفعلي وفقا لما هو ثابت وامر الاحاله وتحقيقات النيابه العامه. هو فندم برضه تفصيلا للطلب وتوضيح في عجاله، انا دلوقتي تم اجراء التحريات بمعرفه مجريها وتم القبض ايضا بمعرفه ملك القبض على المتهمين كما اورى في مساكن شلقان حسب ما هو وارد بمحضر التحريات وحسب ما اورى بمحضر الضبط. هم فندم في تحقيقات النيابه العامه وثابت بتحقيق الشخصيه انهما يقيمان بارض الكمل مركز الاوقاف المسافه يا فندم بين ارض الكم. معلش انت بتتكلم على اختصاص ولا بتتكلم على ايه؟ لا يا فندم مش على اختصاص، انا بتكلم في الاجراء وصحه الاجراء من عدمه برضو عشان المحكمه تطمئن او لا تطمئن. لا يا فندم لا مش في الاختصاص بعد اذن معالي. نفس الدايره نفس الدايره ما عندناش مشاكل، بس فين يا فندم بقى؟ وانا لما اقول ان انا اجريت تحريات هذه التحريات في منطقه تبعد عن المنطقه الاخرى 3 كيلو و100 متر يا فندم، غير لما اقول منطقه مجاوره للمنطقه او حصل. ايوه يا فندم ماشي، ما انا برضه بقول لحضرتك لا مش على التلاحق برضه يا فندم، لا ده هنا المكان يا فندم مختلف عن المكان. يعني انا لما اقول اجريت تحريات في بلده والبلده الثانيه يا فندم والبلده حاضر مع المتهم امين دفع والحاضر مع المتهمين التمس وبحق براءتهما مما هو مسلم إليهما ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات مصطنعة غير جدية كما دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهمين لوقوعه قبل الإذن استنادا إلى ما قرر به المتهمين في تحقيقات النيابة العامة ودفع بالتلاحق الزمني للإجراءات مما يؤكد تلفيق التهمة ويشير بقرينة الحال إلى أن المتهمين كان تحت يدي ملك القبض قبل استصدار الإذن ودفع بانفراد ضابط الواقعة للشهادة وحجبه للقوة المرافقة وعدم قيد المأمورين
ودفتر الأحوال. كما دفع بثبوت تزوير معنوي في الأوراق بعدم تنفيذ قرار النيابة العامة. موضع التزوير المعنوي يا سيدي، موضع التزوير المعنوي انا جاي يا فندم. بعدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الدراجة البخارية على المهندس المختص لأخذ بصمة الشاسية والموتور وبيان عما إذا كانت مسروقة من عدمه، ولقد خلت الأوراق من ذلك مما يؤكد صحة رواية المتهمين. ودفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد في الأوراق. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأعلام، أقدم لدفاعي من فقه أستاذنا الأستاذ الدكتور رؤوف عديد في مقدمة كتابه الإجراءات الجنائية حينما سطر قائلا: إذا كان من مقتضيات العدالة أن يحاسب المسيء بإساءته، فإن من مقومات وجودها ألا يؤخذ البريء بغير جريرته، وألا يكون في سبيل الوصول إلى العدالة التعدي على حريات الناس وتهديد الأبرياء، لأنه وفي كل شرع عادل الناس سواسية كأسنان المشط، قرينة البراءة مفترضة فيهم جميعا حتى يثبت العكس. آية ما قدمنا لعدالة المحكمة وهيئتها الموقرة أن السيد مجري التحريات حينما أجرى تحرياته التي سطرها وأرفقها بهذه الأوراق قرر بأنه قد قام بإجراء تحرياته على المتهمين الماثلين، وذلك لأنهما أو ثبت لديه من معلومات من مصادر السرية التي استوثق منها أنهما يقومان بالإتجار في المواد المخدرة ويحوزان أسلحة نارية وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقال أنهما يقيمان سكنا بمنطقة شرقان التابعة، وهي قرية تابعة لمركز شرطة القواطر الخيرية، وعورى بأنه حينما قام بالتحريات تأكد له ذلك، ثم تقدم بمحضر تحرياته إلى النيابة العامة لاستصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمين، واستصدر له إذن النيابة العامة وقام بالقبض على المتهمين كما هو سابق، وأورى أنه حال ضبطهما وجدهما على دراجة بخارية صفراء. المتهم الأول محمد أفندم كان جالسا في الأمام وواضعا شنطة الزرقاء على كتفيه، والمتهم الثاني جعفر يجلس خلف المتهم الأول وكان يمسك ببندقية خرطوش على النحو الذي أورى به. قال: تقدمت حينما ذهبت واستخلصت البندقية، حققت عنصر المفاجأة كما أورى، استخلصت البندقية من يد المتهم الثاني ثم أنزلتهما من على الدراجة البخارية، ثم قمت بالتفتيش وقمت بخلع الشنطة من كتف المتهم الأول والذي أورى بأنه وجد بها مواد مخدرة التي أورى عنها، وقامت النيابة العامة بتحريزها وإرسال ما أرسل منها إلى المعامل الكيماوية المختصة، وأرسل أيضا السلاح إلى المعمل الجنائي لفحصه وتبيان عما إذا كان صالحا، والذخيرة التي أورى بأنها مضبوطة عنه. حينما طالعنا الأوراق وجدنا بأن كل ما سطر في الأوراق أكد بأن هذه التحريات تحريات كاذبة ليس إيه. لماذا؟ لأنه لا سكن للمتهمين في قرية شلقان، والتي تبعد عن قرية عن منطقة أرض الكنب التي يقيم بها المتهمين تحديدا، وفق ما هو ثابت بأمر الإحالة ووفق ما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة بأنهما يقيمان بمنطقة أرض الكم. أردنا أن نوضح واقع الدعوة
باجتهاد من الدفاع أمام محكمة الموقرة، وذلك حرصا على قصر الوقت عن البحث عن الدليل. فقلنا بأن القرية التي أورى بأنهما يقيمان بها تبعد عن أرض الكمب بحوالي 3 كيلو 100 متر فن. حينما أردنا أن نضع ذلك تحت بساط بحث المحكمة بشكل يؤكد أن ذلك هو صحيح واقع الدعوى، تقدمنا إلى هيئة المساحة بالقناطر لاستخراج ما يفيد ذلك إذا كان هناك ثمة خرائط أو إذا كانت هناك شهادة تعطينا ما نود توضيحه من واقع الدعوى للمحكمة. فأرشدتنا مساحة القناطر إلى التوجه إلى المساحة في بنها، وذهبنا إلى المساحة في بنها لاستخراج هذه الشهادة أو لاستخراج خرائط تفيد بأن هذه منطقة تبعد عن المنطقة وتختلف عنها حتى في الاسم لا تتشابه، حسب ما أردنا أن نوضح لعدالة المحكمة. فحينما علم من محام أرسلناه إلى هذه الهيئة قال بأنه أي جهة ستقدمان إليها هذه الشهادة؟ قلنا لمحكمة الجنايات في شبرا الخيمة. قال عليكم أن تأتوا لي بتصريح إذا ما كان الخطاب سيوجه إلى المحكمة. فقمنا بأخذ الخرائط يا فندم توضيحا للأماكن، وقلنا بأننا سنقدم هذه الخرائط والمساحة من الموظف مقر بها وأقدمها على مسؤولية الدفاع الشخصي. 3 كيلو 100 متر يا فندم من المنطقة دي للمنطقة دي، وهو أورى يا فندم أنه قام بالتحريات في منطقة منهم والمنطقة مخالفة للمنطقة تماما، بل إنه أورى بأن كلا المتهمين عاطلين، في حين أنهما كما هو أثبتت النيابة العامة في أمر الإحالة بأن كل منهما يعمل سائق على حسب ما أورت النيابة العامة. الطلب يا فندم الذي قدمناه أتى إلينا موظف المساحة متعاونا معنا إلى هذا الحوض، وهذا الحوض يا فندم ده سكن شلقان اللي أنا عملت عليه التحريات، وده يا فندم حوض، هذا الحوض يسمى حوض العمدة اللي فيه منطقة أرض الكم، وهذه المسافة التي قرر لنا بأنها 3 كيلو و100 متر تقريبا بين هنا وبين المنطقة دي، إذا مسافة شاسعة. لو قلنا بأن القريتين أو المكانين متلاصقين نقول بأنه نلتمس له العذر في اختلاف الأمر عليه، ولكن حينما توري بمحضر تحرياتك بأن هذا في منطقة تختلف وتبعد تماما هذه المسافة، وإن كانت داخل المركز فإنها إن كانت قرية غير القرية ومكان غير المكان فإن ذلك يستوقف القضاء الجليل ليؤكدوا بأنه كيف قمت بمراقبة المتهم وإجراء تحرياتك عنه إذا ما كان ذلك صادقا يستصدر عليه إذن النيابة العامة، وإذا ما تبين للمحكمة لأن هذه الإجراءات إجراءات باطلة فإن إذن النيابة العامة التي ابتني عليها يكون باطلا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستقيم معه الدليل الذي أسفر عن إجرائه بالقبض والتفتيش على المتهمين الماثلين. هذا ما علمنا القضاء إياه. ولقد تعلمنا أيضا من أحكام القضاء الجليل بأنه ولئن كان أمر الضبط والإحضار الصادر لضبط المتهم في جناية قد أثبت محرر المحضر ومستصدر أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة رقم هذه الجناية، ثم توجه وفقا لهذا الأمر بالضبط والإحضار إلى المتهم وقام بالقبض عليه، فإذا به يصور واقعة الضبط على أنه يقف على قارعة طريق في سوق شعبي يقوم ببيع المواد المخدرة وعرضها على الرائح والغادي أمامه، فإن ذلك لا يمكن، وإن كان الإجراء صحيحا وإن كان القبض بخصوص الجناية التي صدر لها أمر الضبط والإحضار صحيحا لا يمكن أن يكون الدليل الذي استخرج من المتهم حال القبض عليه وتنفيذ أمر الضبط والإحضار لا يمكن أن يكون هذا الدليل سائغا يستقيم مع المنطق وعدل الأمور، وبالتالي فإن المحكمة تلفظه ولا يمكن أن تقبله. هذه بتلك وتلك الأحكام التي نتعلم بها منها
ونتداولها بين ساحات المحاكم وأمام هذه المنصات الطاهرة لكي تعلمنا وترد على من يدعو كاذبا وضورا مثل هذه الحقائق التي يريدون أن يلبسونها ثوب الحقائق أمام هيئة المحكمة الموقرة. فإذا ما كان هذا الأمر فإننا نقدم أيضا بالنسبة لعدالة المحكمة الموقرة وأمامها لأن ثابت ذلك أيضا هذا تحقيق الشخصية والذي أثبتت النيابة العامة في التحقيقات وأثبت في أمر الإحالة يقيمان في أرض الكمب وليس منطقة شرخان وأن لكل منهما طفل وطفلة وهما يعملان كما أوريا سائقين على النحو الذي أوريا به. هذا الذي حدث يؤكد بأن للواقعة صورة أخرى أمسكت عنها الأوراق وأنه إذا ما كان ذلك وانفرد بنفسه على هذه الإجراءات الذي أورى بأنه قام بالتحريات بنفسه وأنه ما كان إلا مصادر سرية أورت إليه بالمعلومات حتى قام بإجراء التحريات على النحو الذي أورى ثم قام باستصدار إذن النيابة العامة وحينما أعد القوة توجه للمتهمين وحده وهو الذي صورهما بأن أحدهما يحمل السلاح ظاهر والآخر كان يحمل السلاح مخبأ على نحو ما قرر وأنه توجه إليهما بمفردهما فأنزلهما من على الدراجة البخارية وتم السيطرة والقبض وحده على المتهمين لهذا التصوير الساذج الذي لا يمكن أن يستقيم مع واقع الأمور. ثم أنه قرر بأنهما كان على دراجة بخارية قررت النيابة العامة في قراراتها في هذه التحقيقات بإرسال هذه الدراجة إلى المهندس الفني المختص يا فندم وذلك لرفع رقم الشاسية والموتور عنها فإذا بها لا ظل لها في الأوراق ولا يوجد لها ثمة دليل يشير إليها مما يؤكد صحة رواية المتهمين بأنهما تم القبض عليهما من موقف السيارات بمنطقة الشرفة حسب ما أوريا وأنه لم يكن لهما ظل بالنسبة لهذه الواقعة التي أورى عنها شاهد الإثبات فيها بأنهما كان يقومان باقتياد دراجة البخارية على النحو الذي أورى به هو. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، يعلم الدفاع بأن عبء الدليل وتحقيقه ملقى على عاتق المحكمة الموقرة ولذلك أنا أبوء بها كي أرتاح أمام الله سبحانه وتعالى فيما أوريت وما أوريت إلا حقائق مؤكدة في هذه الدعوة والأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عدالتكم لأن ما أوري به أخيرا يا فندم حينما يقول بأن الضابط قام بشتمي أمام أخي وقام أخي بالرد عليه هذا مدعاة للتلفيق أيا كان الأمر وأيا كانت الأحراج الموجودة يا فندم على نحو ما قيل. شكرا يا فندم لحسن الاستماع في ساحة الرسول. شكرا يا فندم.